المسافه ولا هادي ولا قريب باش تمشي. انا كنعيش مع المواطنين يوميا كتشوف في الشباب كيضيع يعني كتشدي كتقول لك علاش وليدي كتصرف علاش كدير كيقول لك اشنو غندير. انا ما عنديش كيفاش ندير البليه كاينه كتشوف شاب هكا انا ولدي ما مبليش وعييت ما قراش ودرت ليه جميع البيرميات درتهم ليه اقسم بالله العلي العظيم الا كاع الشركات دفع ليهم وما جابش الباج كيجلس كيبكي كي غدير خدام ثقه في الناس كتلقى واحد الانسان الا بغيت تخدمي كيقول لك من يولجو ما بغيتي تخدمي باش عرشي فوري باش يطحن باسمي تقصك ليه درتو باش خدمنا هاد الاحزاب خاصنا الحزب خاصنا الحزب راه في بلاصتو خاصنا الوجوه نقيه خاصنا وجوه نقيه مع من نوقفو ومع من نعطو الثقه ثقتنا خاصها تعطى لواحد وني خاصنا واحد الوجه نقيه غادي نديرو في بلاصه هاد الحزب الحزب راه في بلاصتو كما انا راه طاير خاصنا مولاها يكون مركز يتقطع قدامنا شكون السبب ديالو السبب ديالو الاحزاب الفاسده الوعود كاذبة حنا حدانا قالك راه رئيس غادي نطلع غندير لكم غنفعل لكم الواد الحار ما داروش لينا قلبوا الجو علاش كنقول لك انا الحمام راه في السماء دخلنا الريش انا ما عارفاش كنت انا ما عارفاش كاع شكون لي انا اول مره ما كنتش في الموت وني جيت كنهضر انا معاكم ما حضرت سنه ولا ديش ما شنو والله اللي كنخاف الله تبارك وتعالى اصخي كنجيبو زرع الحمد لله حنا باغيين غيرنا اما حنا راه داز حنا باغيين غيرنا باغيين بلادنا اما اللي ديرو في جيبك راه مشى عاد شدو مشى ما بقاش وني انا بنيتي جامع ما غيتسريش راه غيبقى بنيتي مدرسه غتبقى من جيب لجيب وما درتي شي حاجه بجيبك راه حنا ما غادي الا بغينا نستعدي الا بغينا ولادنا يخدموا ولادنا يخدموا بلادنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.